طبعا عارفين انه النهارده الصبح كان في او بدا الرئيس عبد الفتاح السيسي زياره له للعاصمه السودانيه الخرطوم لعقد لقاء قمه مع الرئيس السوداني عمر البشير، وده في اطار الدوره الثانيه للجنه الرئاسيه المصريه السودانيه المشتركه. الحقيقه انه الرئيس يعني لقى ترحيب كبير من جانب نظيره السوداني عمر البشير، والرئيسان شهد توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين على هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في العاصمة السودانية الخرطوم. الحقيقة كمان كان في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين، أكد فيه الرئيس المصري على أهمية انعقاد اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة، وقال لفكرة أنه انعقادها يعني بمثابة انطلاقة إضافية جديدة على صعيد تعزيز وترسيخ التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين، وأنه ده في النهاية بيسهم لتحقيق مصالح شعبي وادي النيل. الرئيس السوداني البشير اتكلم على توقيع وعلى قرار يلغي بموجبه الحظر المفروض على المنتجات المصرية للدخول إلى الأراضي السودانية، واتكلم على تطلعه لتعزيز العلاقات المشتركة بين مصر والسودان والوصول لمستوى يرضي طموحات شعبي البلدين. خلونا ناخد هاتفيا سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب. أهلا بحضرتك يا فندم. مساء النور. يعني دائما عندما تكون زيارات الرئيس الخارجية الى دول الجوار وتحديدا الى تلك الدول اللي بتجمعنا بيها طبعا يعني علاقات تاريخية قديمة، وكمان عندنا ملف مهم جدا مشترك في هذه الفترة، ملفات زراعية وتبادل محاصيل زراعية، ملف سد النهضة، طبعا هنا بنحتاج الى القاء الاضواء على هذه الزيارات. كيف ترى زيارة الرئيس الى السودان والمؤتمر الصحفي الذي عقد بالفعل صباح اليوم بين الرئيسين السيسي والبشير؟ بداية يا فندم، هو يعني توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطيد العلاقات مع القارة الأفريقية ليس فقط مع السودان، لأن السودان هي حالة خاصة، لأن السودان هي دولة علاقات استراتيجية، ليس فقط علاقات تجارية أو علاقات دبلوماسية، ولكن هناك علاقات أقوى من هؤلاء وهي العلاقات الاجتماعية. فهناك مظاهرات ما بين الشعب المصري والشعب السوداني، وهناك ما يقرب من 4 ملايين سوداني على أرض مصر، وهناك ما يقرب من 1 مليون مصري يعيش في السودان. فهناك أسر وعائلات تم انصهارها، يعني لدرجة أن حضرتك ما تقدرش تحددي ده مصري ولا سوداني، يعني الحتة دي تلاشت مع الوقت. العلاقة مع السودان هي علاقة خاصة، ويمكن النهاردة هي أنا بسميها زيارة جرعة التاج، لأنه 12 مذكرة تفاهم وبروتوكول تنفيذي في شتى المجالات التنفيذية، سواء الرعاية الصحية أو الزراعة أو الري أو النقل البري والنهري والجوي، وكذلك اتفاقات التبادل التجاري ما بين الدولتين. يعني احنا شايفين اجنده مزدحمه جدا بالمؤشرات الايجابيه ما بين البلدين. علينا نحن في البرلمان المصري ان نوطد ايضا العلاقات على مستوى البرلمانيه، وبناء عليه هناك زياره برلمانيه ستقوم بها لجنه الشؤون الافريقيه لدوله السودان او البرلمان السوداني الشقيق ان شاء الله في اعقاب زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان، توطيدا وتاكيدا على ضبط بوصله التحرك مره اخرى تجاه افريقيا وبصفه خاصه مع اشقائنا في السودان. الدور المصري يا فندم في المنطقة بصفة عامة، يعني نتكلم بمنتهى الصراحة، بيلقى قبول واستحسان وتأييد وإعجاب شديد من الكثير من الدول وأغلب الأطراف الحقيقة، وفي نفس الوقت يمكن بيقابل بالصمت من بعض الجهات الأخرى. إزاي بتشوف إنه زي ما حضرتك بدأت الكلام توطيد مصر مع في علاقتها مع دول القارة السمراء أو القارة الأفريقية، ده ممكن يدي دعم أكتر لمصر في صنع القرار وتظل مصر رمانة الميزان في المنطقة بصفة عامة؟ هقول لك ببساطة شديدة، أنا تم انتخابي رئيسا للجنة الشؤون الأفريقية من حوالي 3 أسابيع.
خلال هذه الفترة التقيت بما يقرب من 6 سفراء لدول أفريقية. الرسالة اللي جت لنا احنا أفريقيا مفتقدة الوجود المصري، وعندما لمسنا إصرار لطرق أبواب أفريقيا مرة أخرى استلهمنا روح عبد الناصر الذي نادى بتحرير الاحتلال من الدول الإفريقية، واستحضرنا روح عبد الناصر في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن هذه المرة ليس تحرر من الاحتلال العسكري ولكن التحرر من الاحتلال الاقتصادي. قيل لي من سفير رواندا تحديدا آن الأوان أن تتحرر إفريقيا لإفريقيا على أيدي المصريين. الجملة دي لها عمق قوي جدا طبعا، لها معنى شديد جدا. لأول مرة أحسست أنا كبرلماني ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية السابق ورئيسا للجنة الشؤون الأفريقية الحالي، أحسست باختلاف العلاقات واختلاف التعامل ما بين دول الشمال ودول الجنوب. عمقنا الاستراتيجي وعمقنا الأمن وأمننا الاقتصادي وأمننا السياسي هو مع الجنوب وسيظل مع الجنوب. فأعتقد أن بوصلة التحرك الآن ناحية الجنوب واتخاذ مصر كدولة معبر للاستثمارات الخارجية الغربية للاستثمار في إفريقيا سيكون له انعكاس إيجابي كبير على مصر وعلى قارة السمراء. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان. خلونا من يعني هذا الشأن، زيارات الرئيس الخارجية وأهميتها إيه، وتحديدا يعني هذه الزيارة إلى السودان أو مجموعة الزيارات عموما وعودة العلاقات، لأنه ما فيش حد يقدر ينكر أو يتغافل عن فكرة أنه كان في مرحلة ما العلاقات كانت متوترة للغاية بيننا وبين أفريقيا بصفة عامة وبين السودان بصفة خاصة. فنحن نشهد الآن عودة قوية يعني بس قوية حقيقي بأمور على الأرض، فكرة أنه السودان تلغي قرارات الحظر على استيراد المنتجات الزراعية من مصر، ده أعتقد أنه قرار بيدل على حسن النوايا الحقيقي المصحوب بعمل حقيقي على الأرض. خلينا